الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. الكلبوسي أستاذة بمعهد ابن خلدون، أستاذة علوم حياة والأرض. حضرنا اليوم في الندوة الخاصة بالأعشاب الطبية تحت إشراف جمعية تونسية للنهوض لحماية المحيط والنهوض بالتشغيل، في إطار المشروع تماسك الاجتماعي والمرونة بالقيروان. هذه الندوة تخص بالأخص، حكينا على الأعشاب الطبية وأهمها الأعشاب الموجودة داخل المطبخ التونسي، منها أوراق الغار اللي هي الرند، بقدونس، الكزبرة، الكلافز، حبة الهيل، حكينا على الزعتر، حكينا على الكليل. هذه الأعشاب فوائدها على صحة الجنس البشري، صحة الأجهزة التي تكون الجسم الكائن الحي، الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي. هذه الأعشاب لديها فائدة خاصة، حكينا بعض على طريقة الاستعمال وحكينا على بعض المضار التي لا يمكن تفاديها، التي يمكن تفاديها إذا قمنا باستخدامها بالطريقة الصحيحة. نزار خليف، ناشط مجتمع مدني. اليوم تجي جمعية تونسية للتشغيل والعمل المستقل تقوم في إطار مشروع في إطار التماسك الاجتماعي. المشروع هذا يهدف إلى تعريف بالأعشاب والنباتات الطبية وسبل استغلالها. المشروع هذا توا صافي 3 موا قاعدين نخدموا فيه مع مكونات المجتمع المدني. الجمعية هذه قاعدة تكون فيه معتها مجموعة من الشباب والناشطين في المجتمع المدني مختلف المتدخلين في مجال الصحة ومجال الفلاحة، ومجموعة من الشباب المهتم بالموضوع هذا، لأنه في الفاز الأولانية اللي تعديت هذه كان الهدف هو التعريف بأهمية النباتات الطبية خاصة في الوقاية من الكورونا والأمراض اللي فما برشا أمراض اللي سيتافيري اللي نجموا نقصوا في الحدة متاعها، ما نقولش أدوية ولكن هي تستعمل للعلاج والوقاية أكثر من بعض الأمراض كما السكري كما ضغط الدم، وكيفية وسبل استغلال الأعشاب هذه، خاصة أنه نعرفوا أنه برشا دي لابوراتوار من الخارج تونس قاعدين يستعملوا فيهم. كيفاش نجموا نثمنوا النباتات الطبية اللي هي ولات مورد رزق نشوفه في برشا نساء في 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 الأرياف نتاعنا يستعملوا فيهم وقاعدين يجمعوا فيهم وقاعدين يبيعوا فيهم للابوراتوار هذوما. وفي مرحلة ثانية باش يكون تشجيع بعثات على بعض المشاريع اللي جمع الأعشاب هذية ونعملوا يعملوا تريتمون نتاعهم، يعملوا الاستراكسيون نتاع برشا حاجات كيما الزيوت كيما الروح نتاع برشا أعشاب اللي تتباع بأسوام غالية وتكون تنجم تكون مورد رزق ومشاريع جديدة. ونحن الأرضية نتاع القيروان أرضية مناسبة للأعشاب هذية لنمو النباتات هذية ثم لإمكانية إنتاجها وتسويقها على مستوى السوق الداخلية والسوق الخارجي. السيد المهدواني رئيس الجمعية التونسية لحماية البيئة والنهوض بالتشغيل. اليوم عندنا تظاهرة وعدد من الورشات العمل في نطاق مشروع دعم المرونة والتماسك الاجتماعي، وهذا مشروع ممول من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية وسويسرا، والمشروع هذا اللي يمتد لمدة 6 أشهر هو خاصة لدعم استعمال الأعشاب الطبية لدعم المناعة والوقاية الصحية. كما تعرفوا الأعشاب عندنا تونس كنز، عندنا العديد من الأعشاب اللي تمثل كنز يعني كبير بالنسبة للبلاد ويمكن استعماله لدعم المناعة وفي الوقاية الصحية. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.